والآن ننتقل مشاهدينا الكرام لنقل وقائع جلسة مجلس الأمن. في المناخ السنوية في البلدان النامية يمكن أن تبلغ 300 مليار دولار في 2030، ومعالجة احتياجات التكيف المناخي في البلدان النامية ستكون له آثار وقائية. وفي ظل هذه الأوضاع المعقدة، المقاربات الفنية البحثة للتكيف لن تعالج المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في اندلاع النزاعات. لذا التكيف الذي يراعي النزاعات والذي يتجاوز الردود الفنية ينبغي أن يشمل مشاريع متعددة التخصصات لبناء الصمود الشامل ضد أثر تغير المناخ وما يرتبط بذلك من تهديدات أمنية. سيدي الرئيس، وعلى هذا الأساس رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف 27 سيطلق المبادرة التالية: الردود المناخية لصدامة السلام، وذلك لضمان أن الردود المناخية المتكاملة يمكن أن تساهم في صدامة السلام والتنمية بما يتماشى مع الملكية الوطنية والسياق المحدد لكل بلد. وهذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق خطة 2030 للتنمية المستدامة وخطة 2063 للاتحاد الأفريقي، وأيضا تنفيذ مبادرة إسكات البنادق الأفريقية، وكذلك الأمر بالنسبة للاستراتيجية الأفريقية للتنمية الصمودة ولتغير المناخ وخطة العمل. وفي الختام، نحن نتطلع إلى العمل في ظل رئاستنا لمؤتمر الأطراف 27 في 2022 لمواصلة المساعي الجماعية لتحقيق النتائج الملموسة فيما يتعلق بتغير المناخ ولتحقيق التنمية المستدامة لبلداننا النامية مع ضمان سلامها وأمنها واستقرارها وازدهارها. وشكرا جزيلا سيدي الرئيس. شكرا جزيلا على منح هذه الفرصة.